خاصه بالتماثيل فقط. الهدف منها ايه؟ هي موجوده فين؟ فوق غرفه الدفن بتاعته. هو بيتحول من موميا لتمثال قبر. في من غرفه الدفن لتمثال قبر. تمام؟ بعد كده يبتدي يخرج تدريجيا من خلال صورته على مناظر المقبره. المقبره بتحتوي على كل شيء. تحتوي على عامل الزمان وعامل المكان. فيضان، انبات، حصاد، وكل ارض مصر. فيها الجنوب، فيها الشمال، فيها ضيعات جنازيه موجوده في الجنوب وفي الشمال، يبقى الايمنت نفرت لازم يشمل مصر. انا بستحضر مصر من خلال جدران المقبره نفسها. تمام، معلش. هي كل المؤسسه الاقتصاديه دي بكل المناظر دي اسطمبه في كل المقابر، ولا دي بتعبر عن ممتلكاته هو بحد ذاته؟ يعني دي اسطمبه في كل المقابر. اسطمبه في كل المقابر، بس لازم تحتوي فعلا على ممتلكاته زي ما بتقول. صح، يعني لو هي سكه ملكيه وشارع عقاري زي ما بتقول. ايوه. طب معلش، هو مش المقبره هي بيت البردي؟ ايوه. يبقى في بردي وفي صور. لازم اللي هي بتثبت ملكيه ابنه بعد كده. صحيح صحيح. في سؤال تاني يا شباب؟